بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود يا الملك الصوان أجلس عطان دنيا دعالة دواء تلفيش كسان استوديو سمع على ده هركيسة وحنو قد كتلفون كسي توصى عنو ولحري رينا وقشرة دالك إنجريزكا إن أقسمه هوري هما ماري هوري تلفيش كقرن كتشمورية سومالان بدن خضر علي قاس أو هالكاسي دجن إن خضر متوين كده بيه وحاو آد دراسة دوجو سميني بل وحيابها كو قدامن هشيسكا أما يسفهم كهرنعا يميوغا سوميلان إيو إتوبيا أو مالمهان دنبانا هادا لكا صوبحين إيغو دالكا تركي غانا وشيرمانتا وغا بلاب ميو دولة ده إتوبيا إيو سوماليا أو أرمهاسي لغو إيغ إيو إن خدر كسو دوو ساهن تيفي بل مركو رايسا محاد كلاسو عطا هالكا هوشو أي مرايسو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أقسم أحمد وانكو سلامة يا أدي بهذا التلفيش بساهم با يدمان انت دقي سمدون تا ورئيسي يعني تذكره سمال لامبا كنتي وضع هذا الله مرحورة وي بربورينا وحي كو بربورين انتان اوغحي وحل اسكو اسكرين واي لما قضبو اها وصلقو اها امو يدا وحويان قضب كا أقونسي سومالي لان يو سيدي أي مرنبيو كا أكسي سبوه الله أي نتوبيان كو سي أغردستان سلديق ملتري أغردستان لبدا قوضب با سلديقوه إن إمو يودن إن تركي قوح عيارين إن أي لبدا قوليس كسو دويان إن تاي كاري كاران وحي تا أي إن ودمك لو قدر كمي تا ينفولف كاريان وخرش كبشين لها مالها كلام الربيع إثيوبيا كا أما لوفر قريب حسن شيخ لفتي سواح اللي يدور لبضع وح أما إمو يود يعني الدين له إمو يود لبضع لبضع بيكون لسان تاعي كومبرمايز مركن نوغوشيش إن كان الجل يو وحوينا تكك عضا وحنا عض إن ديدا مركن لبضع لبضع كي بعض كبير الدين له بل يود تركي مركن وضع هاللين حسن شيخ لفتي يدور أنا هو لول يمرن بيد بوان وين أستين كرينا إثيوبيان، لكن وحي جود درن قلب كاه أقانسي كسمال لان. وتوضع هذا الذي هو رحل كاسة كبر برين. يدو آن الدفول كفول هاي. إثيوبيان كون الدهل كيدون يعني يو حيدون يعني ويجرانا يعني. قلنا إنه واحد يدي هين ويهوي هنو يحكي لما دي تنا. إن لو إثيوبيا الذي سير أي لقى كرايو أما أي استعمار شبطة لا استلم دي تنا. لكن وأقانسي كسمال لان واحد يدي هل كان سيظهر هذا الذي هو كبر بران هذا كان دبينه مغلينا ولي توبيان كا شواب كما هينا تد كانوا بوريشنا يلا يعني تركيا سنين لكن توبيان كا ولي ور أوفيشال كسب بحي مترو ما أنتنا والله بلنسي سنين أنا والحلال هذا سكفرمان أنكارا دوين شو هنا إن شاء الله تعالى وح كسب بحي لكن هرتا هل كان سيظهر تركيا ور مريس إن أرنكا إن أي تد كوريشنا يعني و وسير كريمة دبته هكذا دل كاسي تركي كو خرال كيسي وصار دقي بيج كييو إن أي وربهين تود قاركود قاتن أو كو إعلامي إن خرال الله صار دقي وده هذا الكي أو مانتا أو وكو بيجن تاين ودعاء وده هذا الكو يو أريمة هكلا وكهاد لي هيدين يتوبي داي مريم بيو دوبه هانتا يتوبي سومالي أنا لقي يابو إني سيسو إن هدي وبربرا إميوغو هاي وقدي كان تاي سومالي إن هرتا أنت وحوين كويس ما هاي نجى فهمتي إثيوبيان كو أنت إنه ربنا إنه أقانسي وإنه دون إنه إن كبرنا أقانسي هو وحمرون إيمان طانا لكن إثيوبيان كو إنه أكسس وحلان بتعس ما هاون ده أكسس مكواه هستن تبوتين وواه هستن بربرنا وواه هستن لكن هو إنه من التربيس كهلان بتعس أو أحد مرن مهم وما إثيوبيان هو باور منطقة إذا هو باور كتير هو منطقة لوضع فريش إثيوبيان كباور كوجاسي مشق أوتو داسي ما نكون يسميت كامل أو عايز كذا عبيد أو ضمد عايز هيا أنا كله أما أي إنترس كده كدفاع كريشة ويا إثيوبيا مرمية كاسي مهم بوي هاي بقولي لاتن مليون إنك بدلوا إثيوبيان على لقى قوديا marka inayna badgaliyadoodo intan dambe soo noqnoqotay ilaa xilligii uu burcadbadeedku ka bilaabmay dalkan ay midowska meesha Soomaaliya in marin badeedka la hubiyo nabadgelyadiisa oo wadamo aan xitaa deeg aad iyo aad uga fogo Mareykan iyo China iyo uu adiga arkay inta 22 dal ayaa ciidamadooda fadhiyaan Djibouti oo
oo intaas uu ilaaliyo nabadgelyadeed marka Itoobiyaanu kuna inay rool muhiim ah ku yeeshaan way ku khasban yihiin marka haddii Soomaaliya haday ma u heli kartaa yaani barbaro kale ma leedahay ba meesha taala ama badda cas marbadeedkay siinaysa ee Itoobiya isticmaali doonta waake aniga ima muuqato runtii waayo dadka Itoobiyaanka intooda badani waxay ku waxa laga quudiyaa marinka ku beegan dariidaba waayo dem markana uu siin karaa Kismaayo la siin karaa Garcab la siin karaa Boosaas la siin karaa meelahaas kale dhan waa la siin karaa laakiin Itoobiyaanku waa inay dhul dheer oo hostile territory ah soo maraan wuxuu ugu ama de isticmaalinta jidka uu marayaa wuxuu marayaa dhul badan oo hostile territory taasina ma suuragal ma aha inay marka offer kabarbara ka fiican sida haddii helayaan waa well and good inaga waxa laynoogu baahanyo inaynu sii xoojino xiriirkii aan Itoobiya la lahayn waayo waxa waa Itoobiyana way ku kasban tahay inay xiriirkeena kor u sii qaado waayo alliance-ka kaliya ee mandaqada ka jira iminka waqtigan xaadirkii waxa weeyaan Itoobiya iyo Soomaaliland oo dhinaca iyo Imaaraadka oo laftigiisu aynu markii hore xiriirkeena intii aanu madaxweyne Muuse Bihi Bilowgiisii ilaa Bilowgiisii uu fiicnaa laakiin intii dambe waxaan wadaa Muuse Bihi inuu ku bedelay Jabuuti Jabuutina waa tan backfire-ka inagu keentay iminka laakiin Imaaraadku iyagoo danahooga difaaca iyo maalgashiga ku sameysteen barbara iyo danahooga gaarka ayay haddana Itoobiyaanka garab iyo gaashaanba u yihiin oo ay budgetkooda ka kabaan waad ogtahay inay dhowaan hard currency-ga yiraahdeen annaga hard currency-ga idinka caawinayno bir ku iibsada wixiina bir ku keena annaga dollarkeena ka bixinayno waa tahay qadar daraasad badan waa la socotaa xiliyada xitaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Suudaan iyo Turkiga oo kale waad xiriir wanaagsan baad la lahayd imi kara daraasad baad researchyaad ku samaysay intaad Ingiriiska joogtay Soomaalidu aad bay uga qaylisay in base la siiyo Itoobiya ama inay bad Soomaaliyeed ama Soomaaliland ama koonfurta bahati la siiyo Soomaalidan kale ee iminka u ordaysa waayo Abiy Axmed wuxuu sheegay in 120 milyan oo qof oo hayo u baahan yahay marin biyood ee uu inkastoo wasiirka warfaafinta Dawud Awey soo saaray qoraal soo saaray uu yiri marin biyood kumid ganacsi buu noqon karaa Soomaalidu maxay ka qaylinaysay marka hadda iyaga laftooduba doonay inay bay sababad siiyaan maxay xaggan kale uga qaylinayaan wax mashaakilka jira xagga horaad ku shito waa aqoonsiga haddii Itoobiya la soo dhaweynayaba oo Soomaali doonaysa inay bada siiso maxaa qayladan badan keenay qaynadan badan waxa keenay waxa weeyaan uun sidaynu la wada soconnaba dowladahii Soomaaliya ka dhalanayay intii dambeysa soo daba haystay mid waliba waxay ka dagaalamaystay inay Soomaaliland horumarkeedu hore u socdo waxayna ogeyn qayladii DP World ka dhacday waxayna ogeyn dowladdii farmaajo wixii ay ka samaysay xoolihii ay dhiriyay maraakiibtii xoolaha dhoofinaysay sidii ay wax yartay marka horta horumarka Soomaaliland iyo inay Soomaaliland ka mid noqoto beesha caalamka Soomaaliland la aqoonsan yahay waxay ka xigaan inay soo inaga laynaba lahayn xabashiba Soomaalida ka soo dhaweysanaya inay xabashiba ka kal fog hataa haday yuhuudda u tagayaan oo Soomaaliland ku baabinay way u tagayaan aan waa tahay khadar waxa muuqata in Itoobiya culays badan la saaray oo culays badan saaran yahay American, Greece, Turkey Turkiguna hadda masaalixiisu eeganaya iminka Soomaaliya waa ka badan 130 bad iska cid la helay oo dowlad maxay ahayd wax sala saxsaday buu helay marka culayska Itoobiya ku yimi iyo maxay ahayd Soomaaliland oo sidii la rabay aan uga shaqeysan oo Itoobiya quri la oran karo MU-ga iyagunba shaqada u badan qabanayay maadaama dadka reer Soomaaliland ay intooda badan ogeyn ba MU-ga waxa ugu jira iyo halku taagan yahay Lolanka Soomaaliland xukuumadeeda iyo dowladdu way ka seexatay sidii ay maxay ahayd maadaama waxan ay bilowday ay uga shaqeysan lahayd runtii horta talaabadan ay dowladda Soomaaliland qaaday waxay noqotay mid caalamka lama filaan bay ku noqotay Maraykanka oo kaliya halkii ka diidan yihiin waxa weeye cidba may ogeyn cid alla cid ogeyn wuxuu noqday bam lagu soo tuuray geeska ayuu noqday marka Maraykanku haddii laga yani siyaasadda Maraykanka inagoo u fadhiisana dalal badan oo saaxiib nahay ama sida xiriirkeenu u fiican yahay sida dalkan Ingiriiska wadamo kale oo Soomaaliland simbati badan u haya baa jira waxay adinaan Imaaraadka jiro saaxiib weyn oo Soomaaliland dana badan kale oo
أنه استعمال كرنة باشرتي واحد نوتة دبلوماسية دينا من أنا تقال كي دبلوماسية دين اللي نوغا باهنا دينا عنا تقال كا كمينو قلين و سيني لوغو تلا سيني لدوني دولة شمال لانو غمي ومي هاقر بحين وادب تاسي دينا عكالنا واحد نوتة إن آن بحاشا إن لبالارية هدو آن مايكرو مانجمنت لغو إيجين لكن إن سي إسطنبول دلكاسي تركيا حاجة صوب حكرات سلالة أرتا أنت أنا تاوجد بين وح شركة سي وح كوك دائما يستدوين بدون سياسة ومنطقة كثيرة وح من عوضة إثيوبيا سوماليا إثيوبيا سوماليلان يو إمارات كا يو ليه مريكا كيو إنجليز كو مركز مصلحة الله يقول مركز تركيا هي قدر هي سوماليا هي واللي بقوله ده الشباب كو تأمد يقولوا يمكن دي حق تركيا حق دين تكو عضك ده سوماليا أما كتر يعني مك كتير حكومة أما كو كسور كذا لكن كم إذا إنسان عرفت سما كسور كذا دين عكسه وده كذا مشكلة ده السودان كتاعن إيرسبيس كي السودان حتى يمن أو بطل عسير إيرسبيس كي اللي بحري يهاي أما تغدى هنا مشكلة كلو لرادي كسو بيرتو هرتوا ونن على مساري دي إذا ما كان يشوا إن سوماليو إذا ما بيسكيب أفريقيا بيسكيب بس كي لو قريب أي كان غنايا استدوي كاسيا سنت باكو قد أمنه وي وي وح يعني سدوا حلو وحشية وي أذكت هاي وأنا أذكت هاي توبي يوم مسارينا مال وذا جلان أما قدر هي إمارات مال وذا جلان وحاسو لنا كم قدام حتى أنا وحنا نقول الشيء سوى ذي هاي إن أنا منطقته أنا نبتقلي ذي ذو إن كسر يسموه أنا كسيطرين شو مال أنا وحي كعيارك تدور مهمة ما دام إنه فردنا الباب كي بتعس نبتقلي ذا حدود كأولنا يتوبي الله هاي دور مهمة كعيارك لنا كمون تلفت كده يتوبي بس شو مال الآن وحتى هاي first line defense ويني تاو قادان لبدا دولة ضدبا أو الشمالي لان وطنشي يلكي تاهاي يدو شكو أقوان سطا وحن ودا ينوغا دادكو مركو وحي نغا سابان إني وحي نغا دوني يان قرانا يان نكا نين دبلوماسي يتوبي أنا بريغو يدي عن صاحب حان أناغو حان نكرهب نوان نقونا لكن إبنكو وحاد أناغا نغرب تان مج وحلقا يبين إيدان قران شركة ما انتان لعدونا وحن رجينا يان آن وح بضاني كصوب بحن aan la isku arimo hal isku afkaran waayo Ethiopia halkay doonaysa waa Somaliland ee marimtiyo Somaliland dhaxmara Somaliyana taamaseen karto marka hadii ba ay noqoto in lagu qasbo ay Ethiopian ka laftigoodu isiraadaan malaha inta Somaliland election keedu dhacayo dib u dhiga waxa filayaa in aanay inaga niyadnayn ugu keenin Ethiopian kana aynaan u arag dad inagu bari furay لكن أينو كشف قينو سني أينو إنه مش ميبين لهينو قيمة هايو أينو لأن هاي كروكو قادل هين وحاصر لنا وحي كشورو ريان من دمي ده قده هنا إن الحوشيو إيو وضا شاقين تأيضو سياسة تلوغي لاشكو هايو حتى نواين ده إن ترسك يمسرحة قوده تلكن لوجه الدفاع دو ما ها إن لا إله هبل باكو فرياكو حماية واي هبل كنين ريبو كاعيا متكلا بخيمان ايو بركا أمالهو وحي سكو راعان مسلحة قود أوقارن كلية هاي باترة وأسحاب ورد السياسة ضبا إنه يتعد كو خاصة بتحي إنه دفاعان هذه آيات بعض محسن تحي كاسوحوها خضر عليكاس ودلقى إنجريسكا المقالة لندن عنو خدك كل حريرني
oo inta badan arrimaha geeska iyo arrimaha caalamka wax badan kala socda maray hore telefishinka qaranka Soomaaliland een qadar aad iyo aad baad u mahadsantahay sida wanaagsan ee aad uga jawaabtay su'aalaha iyo xiyaabaha taagan ee aad dhinaca MOU-ga aad kaga hadashay أحمد آدي أد بنادي بحدا سانتي في بيدنكم هاد مقايات ومع سانتي جساكم الله خير هديك عمدون الله